تسمى بالترويج، كتروج المنتوج ديالك او كتنشر. وكاين شركات اللي كتهتم بهذا المجال. بالنسبه للمقاييس ديال النجاح ديال الاغنيه، اولا انها في ملي كيكون شي حفله او كيكون شي سبيكتاكل، ان ملي كتكون الاغنيه يعني مطلوقه الناس كيرددوا معك، كنظن ان الناس ملي كيكونوا حافظين الاغنيه هذاك هو النجاح الكبير. والمقياس ديال النجاح هو المثابره، الاجتهاد والعمل. كنظن ان العمل هو المقياس ديال النجاح، لان كل ما خدمتي مزيان كل ما نجحتي.